السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم رياضيات الصف الثاني متوسط. في الدرس السابق شرحنا موضوع خصائص الأعداد الحقيقية، وعرفنا خاصية الإبدال، خاصية التجميع، خاصية التوزيع، والنظير الجمعي والنظير الضربي. في هذا الدرس راح نكمل تمارين تأكد من فهمك صفحة 40. طبعا ولو صوتي ما يساعد بس متأخرة ولازم نمشي بالمادة ونخلص الفصل الثاني. راح نحل تمارين تأكد من فهمك صفحة 40. هنا عندنا السؤال: اكتب مثالا لكل خاصية من الخواص الآتية. زين، هنا شنو منطيني؟ منطيني أي زائد بي شي يساوي بي زائد أي. هنا مثل ما تلاحظون شنو عندنا؟ هنا عندنا جمع، فهنا عندنا خاصية إبدال، وهنا عندنا ضرب اي بي يساوي بي اي، كذلك هنا عندنا خاصية ابدال. زين، هنا يقول هذا الرمز يعني لكل اي وبي ينتمي الى ار، يعني هاي الاي والبي لازم تنتمي الى ار. شنو ار؟ ار هي الاعداد الحقيقية، ار مقصود من عدها الاعداد الحقيقية. يعني هنا من اخلي هاي الاي والبي راح امثلها بقيم، يا اما طبعا هاي القيم هي لازم تكون اعداد حقيقيه، والاعداد الحقيقيه هي اما تكون اعداد صحيحه او تكون جذور او تكون كسور، فهنا لازم تكون اي وبي تنتمي الى ار. زين، هنا انتم وكيفكم اي شيء تخلونه، تخلون جذر، تخلون كسر، تخلون عدد صحيح، كيفكم. زين، هنا نقول اي، نفرض اي انه هي 3. زين، 3 راح يصير 3 زائد البي، اقدر اقول 2. 3 زائد 2، انتم كيفكم شو تخلون صحيح بس تكون تنتمي الى ار. زين، 3 زائد 2 شو يساوي لنا؟ يساوي لنا بي زائد اي، البي مو 2 راح يصير 2 زائد 3. هنا شنو صارت عندي؟ صار عندي خاصية ابدال، صار واضح؟ زين، هنا فاصلة. زين، اي بي الاي ايش قد هنا؟ فرضتها 3. زين، اي بي يعني اي في بي، هنا من نشوفه ماكو عملية حسابية، معناتها شنو اللي بيناتهم؟ اللي بيناتهم ضرب، يعني 3 في 2، 3 في 2 شي يساوي لنا؟ يساوي لنا بي اي، يعني راح يصير 2 في 3، لان هنا شنو؟ لهنا الاي هي 3 والبي 2، فهنا البي 2 والاي 3، فصارت هنا صارت ابدال. صار واضح؟ خلاص انتهى الحل. هو ما يريد ناتج ولا يريد اي شيء، هو يريد فقط انه انا امثل هذه الرموز بالاعداد الحقيقيه. وهنا نقول لكل هنا الاي بي يعني 3 والثنين هي تنتمي الى ار، طبعا 3 والثنين تنتمي الى ار. صار واضح؟ هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه، هنا عندنا اي زائد بي زائد سي بين قوسين. هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا تجميع، هنا تجميع. ليش؟ لان هنا شنو صار؟ اقدر هنا اجمع الاي ويا البي زائد السي، فهنا يعني راح يكون نفس الناتج. هنا اذا اجمع بهذه الطريقه واذا اجمع بهذه الطريقه راح يكون نفس الناتج، وبالضرب كذلك. بالضرب كذلك هنا عندنا خاصيه تجميع. صار واضح؟ زين، هنا راح افرض الاي، مثلا هنا نقول جذر هو جذر 8، فراح اقول هنا جذر 8 زائد، افتح قوس، هنا عندنا البي، مثلا اقول جذر 7، جذر 7 زائد السي هو جذر 3، اسد القوس يساوي، افتح قوس، هنا عندنا الاي ايش قد فرضتها؟ هو جذر 8 زائد بي ايش قد فرضتها؟ جذر 7، اسد القوس زائد السي ايش قد فرضتها؟ هو جذر 3. صار واضح؟ زين، هنا فاصلة. هسه اجل الضرب، هنا عندنا اي، الاي ايش قد؟ هو جذر 8. زين، افتح القوس، هنا عندنا البي، البي ايش قد قلنا؟ هو جذر 7، جذر 7
السي ايش قد هو جذر 3، طبعا هنا انا بيناتهم ضرب، صار واضح؟ يساوي هنا انا راح اكمل، هنا عندنا الاي راح يصير افتح قوس، هنا الاي هو جذر 8 في ايش قد في جذر 7، اسد القوس مضروبه ب السي اللي هو جذر 3، صار واضح؟ وهنا انا اقول لكل هنا انا A B C، الأي هو جذر، هنا جذر جذر 8، والبي هو جذر 7، والسي هو جذر 3، أقول هنا أنا تنتمي إلى R، وانتهى الحل. صار واضح؟ يعني فقط إنه أنا هذه الرموز أفرضهن بقيم وأجي هنا أطبقهن مثل ما موجود. هنا عندنا النقطة الثالثة، هنا كذلك عندي شنو؟ عندي خاصية وهي خاصية التوزيع، لأن هنا الضرب تدخل على الجمع أو الطرح، هنا عندنا الضرب تتوزع على الجمع، زين. فهنا عندنا خاصية توزيع، كذلك هنا راح أفرض هذه الرموز بأي قيمة. هنا مثلا أقول الأي أفرضها جذر 5، زين، أفتح قوس. البي مثلا هنا أفرضها جذر 3 زائد السي أفرضها جذر 11، صار واضح؟ يساوي زين. الأي هنا نجد قلنا جذر 5، الأي بي يعني أي في بي إيش قد هنا البي، البي هي جذر 3 زائد، زين، الأي قلنا جذر 5، السي هو جذر 11، جذر 11، هاي هنا أنا فرضتها السي هو جذر 11، صار واضح؟ هسه أقول لكل الأي بي سي، الأي هو جذر 5، جذر 5، والبي هو جذر 3، والسي هو جذر 11، لكل من أي بي سي ينتمي إلى R، صار واضح؟ هسه انتهى السؤال الأول أو الفقرة الأولى من تأكد من فهمك. الفقرة الثانية هو جد النظير الجمعي، النظير الجمعي هو نفس القيمة بعكس الإشارة، نفس القيمة بعكس الإشارة، الناتج مالتهم دائما يكون صفر. احنا عرفنا بالصف السادس انه الجمع مع النظير الجمعي الناتج يكون صفر، مثلا سالب 5 زائد 5 إشارات مختلفة طبعا الناتج راح يكون صفر، زين. فهنا عندنا النظير الجمعي، شلون أطلع النظير الجمعي لهذه القيمة؟ طبعا أنزلها هنا 4 جذر 2 ناقص 1، بما أنه هو يريد نظير جمعي فراح أقول زائد، زائد لأن راح أجمعه وينظيره، زين. النظير مالته نفسه بس عكس إشارته، يعني هنا عندنا 4 موجب راح يصير سالب 4 جذر 2، هنا عندنا سالب راح تصير موجب زائد 1، هذا هو النظير، هذا هو النظير الجمعي لهذه القيمة. هنا حسب المدرس يا أما يريد فقط تطلعون هذه القيمة، النظير الجمعي فقط تطلعونه بهذا الشكل وتقولون إنه هذا هو النظير، أو يريد لا مثل ما موجود بالكتاب، يعني راح نطلع قيمته صفر. النظير الجمعي شلون نطلع قيمته صفر؟ اجمع او مو اجمع، اخلي بين اقواس المتشابهات، يعني شنو؟ هنا انا راح اخلي قوسين، هنا عندنا هاي القيمه ان هي 4 جذر 2، طبعا هنا شنو موجب، هنا شنو عندنا المتشابه مالتها سالب، سالب هنا راح يصير سالب 4 جذر 2، خليها بين قوسين، زين، زائد، افتح قوس ثاني، هنا عندنا سالب 1 وهذا الواحد ويا هذا الواحد متشابه فخليهم بين اقواس، فهذا سالب راح يصير سالب 1 وهذا موجب زائد 1، صار واضح؟ فهسه اذا اريد اطلع ناتج هذا القوس طبعا راح يكون صفر، هنا راح يكون صفر لان 4 جذر 2 ناقص 4 جذر 2 هو صفر، زائد هنا كذلك اشارات مختلفه يعني راح يصير 1 ناقص 1 هو صفر ويساوي صفر.
فأني هنا أعرف أنه النظير الجمعي لازم يكون الناتج هو صفر. إذن هنا أقول النظير الجمعي للقيمة اللي هي 4 جذر 2 ناقص 1 هو، يعني النظير مالته هو هذا نفسه بس عكس إشارته، سالب 4 جذر 2 زائد 1، هذا هو النظير. صار واضح؟ هذه هنا أذا المدرس أو المدرسة تريد مثل هاي الطريقة، أو أكو بعض المدرسين يقولوا لا إحنا نريد بس النظير طلعوا لي، ما حاجة إنه هنا نصفرونها. فهنا تكتبون بس نفس القيمة بس عكس الإشارة، هنا موجب هنا صار سالب، هنا سالب هنا صار موجب. صار واضح؟ زين، النقطة الخامسة هنا كذلك يريد النظير الجمعي. فهنا أول شيء أنزل هذه القيمة اللي هي هنا عندنا جذر 5 زائد جذر 7. من يريد نظير جمعي يعني راح أجمعه ويا نظيره، هنا أنا أقول زائد. زين، نفس هاي قيمته بس عكس إشارته، هنا عندنا الجذر 5 سالب لو موجب، موجب إذا نظيره راح يكون سالب، راح يصير سالب جذر 5، هنا عندنا زائد راح يصير ناقص جذر 7. صار واضح؟ هذا هو النظير. هنا نفس هاي قيمته بس عكس إشارته. إذا أريد هنا أصفرها، هنا أجمع المتشابهات، يعني هنا جذر 5 موجب وهنا سالب، سالب جذر 5 زين زائد، هنا عندنا جذر 7 موجب وهنا ناقص، ناقص جذر 7 زين. فهنا راح يصير جذر 5 ناقص جذر 5 هو صفر، وهنا جذر 7 ناقص جذر 7 هم صفر ويساوي صفر. إذن هنا أقول النظير الجمعي لهذه القيمة اللي هي جذر 5 زائد جذر 7 هو، هنا أقول بين قوسين هنا راح أكتب النظير، سالب جذر 5 ناقص جذر 7. صار واضح؟ انتهى حل النقطة الخامسة. نقطة 6 كذلك هنا عندنا يريد النظير الجمعي. فهنا أكتب أول شيء هذه، أنزل هاي القيمة اللي هي سالب 9 جذر 11 زائد 1 على 3، هنا عندنا هذه نزلته، راح أجمعه ويا نظيره، يعني راح أقول زائد، هنا عكس إشارته، هنا عندنا سالب راح يصير موجب، راح يصير 9 جذر 11 هنا طبعا زائد راح يصير ناقص، ناقص 1 على 3، هذا نظيره. زين، إذا أريد هنا أصفرها راح أجمع المتشابهات، راح يصير سالب 9 جذر 11 وهنا موجب زائد 9 جذر 11، هنا خليتهم بين أقواس. زين، زائد أفتح قوس ثاني، هنا عندنا هذا الكسر وهذا الكسر متشابه، هنا عندنا موجب راح يصير 1 على 3، وهنا عندنا سالب ناقص 1 على 3. زين، هسه إذا هنا إشارات مختلفة طبعا راح يكون صفر زائد، وهنا عندنا 1 على 3 ناقص 1 على 3 هم صفر ويساوي صفر. إذن النظير الجمعي لسالب 9 جذر 11 زائد 1 على 3 هو، هنا نقول موجب 9 جذر 11 ناقص 1 على 3، هذا هو النظير الجمعي. صار واضح؟ النقطة السابعة هنا كذلك راح أجمع ويا النظير، فأول شيء أنزله سالب 5 جذر 3 زائد 8، أجمع ويا النظير، هنا أنا أقول زائد نظيره نفس القيمة بس عكس إشارته، هنا عندنا سالب 5 راح يصير هنا موجب 5، يعني 5 جذر 3 هنا عندنا موجب، هنا راح يصير سالب، سالب 8. صار واضح؟ هذا النظير. زين، هسه راح المتشابهات أخليها بين أقواس، هنا عندنا سالب 5، سالب 5 جذر 3 وهنا عندنا موجب زائد 5 جذر 3. زين، زائد هنا أجمع 8 ويا 8، هنا عندنا موجب راح يصير 8 وهنا عندنا سالب، سالب 8، يعني 8 ناقص 8.
طبعا هنا اشارات مختلفه، يعني هنا الصفر زائد وهنا 8 ناقص 8 هم صفر ويساوي صفر. اذا هنا اقول النظير الجمعي لسالب 5 جذر 3 زائد 8 هو، هنا اقول هو 5 جذر 3 ناقص 8. صار واضح؟ نفسه بس عكس اشارته. نقطة 8 هنا 1 على جذر 11 ناقص 6، فهنا اقول 1 على جذر 11 ناقص 6 اجمع ويا نظيره راح يصير زائد. هنا عندنا هذا الكسر شنو؟ موجب، فراح يصير سالب، راح يصير سالب 1 على جذر 11. هنا عندنا سالب راح يصير موجب عكس اشارته. زين هسه هنا المتشابهات اخليهن بالاقواس. هنا عندنا هذا موجب 1 على جذر 11، هنا عندنا سالب راح يصير ناقص، العفو هنا 1 على جذر 11. زين خليتهم هنا بين اقواس. هسه اقول زائد، هنا 6 و6 خليهم كذلك بين اقواس، هنا عندنا سالب، فهنا راح يصير سالب 6 وهنا موجب زائد 6. زين هنا طبعا هذا راح يصير ناتج مالته صفر، وهنا كذلك اشارات مختلفه الناتج مالته صفر ويساوي صفر. اذا هنا اقول النظير الجمعي لواحد على جذر 11 ناقص 6 هو، هنا اقول سالب 1 على جذر 11 زائد 6. نقطه 9 هنا اذا تشوفون عدد صحيح فاول شيء نتخلص من العدد الصحيح. زين هنا 4 في 3 هو 12، 12 زائد 2 هو 12، 13 14. اذا راح يصير هنا سالب 14 على 3. زين اريد اجمعه ويا نظيره نفسه بس عكس اشارته. طبعا هنا شنو؟ هنا سالب، فهنا راح يصير موجب، يعني اجمعه ويا نظيره راح يصير هنا 14 على 3. اذا هنا اقول النظير الجمعي ل هنا نقول سالب 14 على 3 هو موجب 14 على 3. هذا هو النظير. صار واضح؟ هسه نجي الى الفقرة الاخيرة وهو جد النظير الضربي. النظير الضربي اذا هنا اضرب عدد مع نظير الضربي الناتج راح يكون دائما واحد، الناتج دائما راح يكون واحد. هنا عندنا جذر 1 على 5، يعني هنا ايش راح يكون؟ يعني هذا الواحد على 5 تحت الجذر، يعني هنا عندنا جذر 1 وهنا عندنا جذر 5 ويساوي. زين هنا عندنا جذر الواحد اقدر اطلعه من تحت الجذر، هو واحد. هنا الخمسة ما اقدر اطلعها من تحت الجذر، فراح يصير واحد على خمسة، العفو واحد على جذر خمسة، واحد على جذر خمسة. هنا الواحد اقدر اطلعها من تحت الجذر لان جايتني من واحد في واحد. صار واضح؟ اذا هسه هنا اقول واحد على جذر خمسة من اضربها ويا النظير الضربي، فهنا اقول ضرب. زين اقلب هذا الكسر، اقلب هذا الكسر ايش راح يصير؟ راح يصير جذر 5 على 1، جذر 5 على 1. زين انا ذكرت انه النظير الضربي دائما الناتج مالته راح يكون واحد، شلون يكون واحد؟ هنا انا اقدر اختصر هذه بها واحد وهذه بها واحد ويساوي، هنا نقول واحد في واحد واحد، واحد في واحد واحد، واحد على واحد ويساوي واحد. صار واضح؟ إذن هنا عندنا النظير الضربي الكسر أقلبه، أقلب الكسر ومن راح أختصر راح يطلع الناتج واحد. إذن هنا النظير الضربي، النظير الضربي لجذر 1 على 5 هو، هنا شو أقول؟ جذر 5 على 1، جذر 5، جذر 5 على واحد، أو تقولون بس جذر خمسة، فقط جذر خمسة هم صحيح لأن واحد ما إلى قيمة. صار واضح؟ نقطة 11 هنا عندنا 3 جذر 7 ناقص 7 أجعل مقامه واحد،
يعني هنا نقول 3 3 جذر 7 ناقص 7، هنا أجعل مقامه واحد. زين، فهنا راح أضربه مع النظير الضربي، هنا أقول ضرب وأقلب هذا الكسر، راح يصير 1 على 3 جذر 7 ناقص 7. صار واضح؟ يعني النظير الضربي هو أقلب الكسر، المقام أسوي بسط والبسط أسوي مقام. زين، هسه طبعا من راح أختصر هذه بيا 1 وهذه بيا 1، إذن يساوي 1. إذن هسه أقول النظير الضربي، النظير الضربي لثلاثة جذر 7 ناقص 7، طبعا اللي هو هذا، هو شنو نظيره؟ صار نظيره هذا، هو 1 على 3 جذر 7 ناقص 7. صار واضح؟ نقطة 12 هنا طبعا عندنا عدد صحيح، فأول شيء نتخلص من العدد الصحيح. هنا 3 في 11 هو 33، 33 زائد 2 33، 34 35، يعني والإشارة سالب، راح يصير سالب 35 على 3. تخلصت من العدد الصحيح. زين، هسه أريد أطلع النظير الضربي، فهنا نقول سالب 35 على 3، نظير ضربي معناتها أضرب. زين، هنا راح أعكس هذا الكسر، راح يصير هنا 3 على 35. صار واضح؟ طبعا مع ثبات الإشارة، هنا عندنا سالب، هنا كذلك راح يصير عندنا سالب، سالب بسالب. زين، هسه هنا من أريد أختصر، هذه بها 1 وهذه بها 1 وهذه بها 1 وهذه بها 1، إذن راح يكون الناتج هو 1. زين، هسه هنا أقول النظير الضربي، هنا شنو عندنا؟ من تخلصت من العدد الصحيح، سالب 35 على 3 هو شنو؟ هنا عكس أو مقلوب هذا الكسر، مقلوب هذا الكسر، راح يصير هنا عندنا سالب 3 على 35، هذا هو النظير. صار واضح؟ هنا عندنا نقطة 13، سالب 6 مضروبة في جذر 1 على 3، هنا طبعا بيناتهم ضرب، يعني مو عدد صحيح، لا هنا عندنا ضرب. زين، فهنا أجعل هذا الستة، أجعل مقامها 1، أجعل مقامها 1. زين، يعني راح يكون بهذا الشكل، راح يصير هنا عندنا سالب 6 على 1 في هنا عندنا جذر الواحد على 3، طبعا جذر الواحد على 3 يعني جذر 1 على جذر 3، جذر 1 على جذر 3. زين، هنا عندنا ضرب، فأضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام، راح يصير هنا سالب 6 في 1، لأن جذر الواحد هو 1، سالب 6 في 1 هو سالب 6. زين، وهنا عندنا 1 في جذر 3 هو جذر 3. صار واضح؟ إذن هنا طلع عندنا هذا الكسر. هسه هذا الكسر راح أضربه مع نظيره، يعني هنا راح يصير سالب 6 على جذر 3. زين، أضربه مع نظيره راح يصير في، زين راح أقلبه، راح يصير هنا عندنا جذر 3 على سالب 6. هسه إذا أريد أختصر، هذه بها 1 وهذه بها 1 وهذه كذلك هذه بها 1 وهذه بها 1 ويساوي 1. إذن هنا أقول النظير الضربي، هنا شنو عندنا بالسؤال؟ سالب 6 جذر 1 على 3 هو شنو نظيره؟ أو تقولون على هذا الكسر شنو نظيره؟ طلع نظيره هو جذر 3 على سالب 6، هذا هو النظير. صار واضح؟ نقطة 14، هنا عندنا جذر 2 ناقص 1 على 3، طبعا هنا شنو عندنا؟ عندنا ناقص، فلازم شنو؟ توحيد مقامات. إذن هنا أجعل هذا الجذر، أجعل مقامه 1 و1 مقامات، هنا عندنا 3 والواحد، يعني أذا أريد 1 مقامات على شقد؟ هنا راح يصير على 3.
زين 3 قسمها على 1 هو 3، 3 في جذر 2 راح يصير 3 جذر 2. زين 3 جذر 2 ناقص 3 قسمها على 3 بها 1، 1 في 1 1. بس هنا أنا صار عندي كسر، فأقدر أضربه مع نظيره. هنا أنا أقول في، زين نفس هذا الكسر بس أقلبه، راح يصير هنا عندنا 3 على 3 جذر 2 ناقص 1. زين طبعا هنا أنا بالاختصارات راح يكون الناتج هو 1، يعني اختصر 3 ويا 3 هاي بيها 1 وهاي بيها 1، وهنا كذلك هاي القيمة اختصرها ويا هذه القيمة راح يكون الناتج 1. إذن هنا أنا أقول النظير، هنا أنا أقول نظير الضرب لجذر 2 ناقص 1 على 3 هو هذا، هو النظير، هذا النظير هو 3 على 3 جذر 2 ناقص 1. صار واضح؟ هذا هو النظير. طبعا هنا 2 جذر 8. النقطة الأخيرة، هنا أنا عندي عدد صحيح، فأول شيء أتخلص من العدد الصحيح. هنا أنا أقول 2 في 8 16، 16 زائد 1 هو 17، راح يصير 17 على 2. زين ناقص، هنا نقول 2 في 5 10، 10 زائد 5 هنا أنا طبعا 1 اي 1، 2 في 5 10، 10 زائد 5 هو 15، راح يصير 15 على شقد؟ 15 على 2. زين هسه هنا عندنا مقامات متساوية، فأطرح 17 ناقص 15 هو 2، وهنا عندنا ننزل المقام هو 2 ويساوي 1، 2 على 2 يساوي 1.